معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من عمان السياسي العراقي المستقل السيد لطيف الربيعي، مرحبا بك. إذا مصادر سياسية ذكرت أن اجتماعا مرتقبا لممثلي الكتل سينعقد لتمرير مرشحي الحقائب الشاغرة الوزارية. هل تتوقع أستاذ لطيف أن خروج هذا الاجتماع بحل يخرج عبد المهدي من أزمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. لابد من القول أن في هذه الأيام يستذكر شعبنا العراقي الصابر المكابر الجريمة النكالة التي ارتكبها النظام الإيراني الفارسي إبان الحرب العراقية الإيرانية، وذلك بإعدام أسرى الحرب العراقية يوم الشهيد. نعم. والآن طبعا وهذه متسلسلة منذ الحرب العراقية وإلى الآن، والعراق تحت يعني تحت الضربات الفارسيه والامريكيه والجميع. طيب بالنسبه للمعضله العراقيه او الحاله العراقيه المشؤومه على العراقيين صراحه، هذا عبد المهدي وغيره قلنا مرارا، يعني وقد عجز المستمع الكريم والمشاهد من تكرار هذه المساله، ان هؤلاء ما هم الا بيادق معينه معروفه، يعني يتلاعبون فيها بحرفية سياسية إقليمية دولية لتمرير كل النهج الخاص بالعملية السياسية وتمريرها، وحتى لا تكون هناك سلمة على أن المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بهذه العملية هي فاشلة ومرفوضة من كل الشعب العراقي. إلى أي مدى تعتقد، عفوا سيد لطيف، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يرضي الكتل المتمسكة بحقيبتي الداخلية والدفاع خصوصا؟ طبعا يحاول جاهد، يعني وهذا طبعا أيضا مرفوض، وأعتقد هذه من الألاعيب التي ابتدعها السياسيين الموجودين حاليا، وهو عادل عبد المهدي، وهو المعروف قفزاته السياسية من حيث اللون السياسي وانضماماته الى الاحزاب السياسيه والكتل السياسيه منذ نشاته من باريس وحتى الان، وكيف صار وكيف رتب لهذه يعني لهذه المناصب اتباعا. عادل عبد المهدي الان يبدو يعني يحاول ان يظهر للشعب انه هو غير عن اقرانه رؤساء الوزراء السابقين، والذين هم بنفس العجينه وبنفس الاتجاه وبنفس الرسم التي جاء بها الاحتلال. يحاول عادل عبد المهدي جهد الامكان انه يحاول انه هو بصوره اخرى، وهو رجل راديكالي، وهو قادر على التغيير، وهو قادر على اضافه لون جديد من على العمليه السياسيه باتجاه نهج جديد بالتشكيله الحكوميه والتي عجز عنها. طبعا الكتل السياسيه لم ولن تتنازل عن ما تراه هي هذه الكتل حقيتها في تسنم اي حقيبه، خاصه الحقائب السياديه المهمه والتي هي الدفاع والداخليه. ولكن السيد لطيف، يعني عبد المهدي وعد بوزراء اكفاء او ما يسمى تكنقراط للخروج من ازمه هذه الحقائب الشاغره، الا ترى ان اطماع الكتل والتحالفات كما ذكرت ستحول دون تمرير هذا الاقتراح؟ وبالتاكيد يعني تحول هذه مساله منتهين عندنا استاذنا الكريم. ولكن هو حتى من رشحهم للاسف، يعني مو ليس للاسف وانما هي صيغه العمليه السياسيه الموجوده، يعني هم للاسف يعني ليسوا اين الكفاءه اين القدره اين الكذا، اين امور كثيره جدا. يعني هناك بعض الاسماء اللي منهم مثلا وزير النفط او غيره، احتمال هذا لانه هذا من القديمين ومن النظام السابق يعتبر، اللي هو ثامر غضبان، اعتقد هو الوحيد الموجود اللي قادر باحترافيه على وزاره النفط، اعتقد هو هذا بهذا الشكل، ولنكن بهذا كتحليل وليس راي، راي مغاير ولكن تحليل بهذا الشكل. بالتالي هو لن ينجح اعتقد في ما يراه مناسبا، يحاول ان يراه مناسبا لارضاء الشعب العراقي ولارضاء الراي العام العربي والدولي وغير ذلك. بعضهم يقول، عفوا استاذ لطيف اعتذر المقاطعه، بعضهم يقول ان كل هذه التداعيات انما غرضها اسقاط حكومه عبد المهدي، هل تتفق مع ذلك ومن المستفيد؟ اولا هذه حكايه واكاذيب، يعني من هو الذي سيسقط عبد المهدي ولماذا؟ هو جزء من العمليه وهو جزء محسن
حسب رؤى ووجهات نظر القيادات، العفو، زعماء الكتل السياسية القميئة، وهو صورة محسنة لما سبقه فقط لا غير. وما أعتقد ليس من صالح العملية ولا الكتل السياسية تغيير بأي شيء. هناك مثلا سيناريوهات تروج أنه سيستقيل وسيرشح فلان، وهذه المسائل ليست صحيحة. الواقع الميداني يقول غير ذلك، والاستعداد التسليحي للميليشيات يقول غير ذلك، ويعني النهج الأمريكي والمتزاوج مع النهج الفارسي أيضا يقول غير ذلك. فهذه المسائل علينا، على الشعب العراقي، على القوة والشخصية الوطنية، أن تغادر هذه يعني الأطروحات، تغادر على هذه السيناريوهات المرتبة من جهات معينة وكثيرة جدا. نعم. فلا أعتقد ليس من هناك تغيير لعادل عبد المهدي، وهو قائم وماشي وأمور كثيرة، وبعد أيام ستعلن حقيبتي الداخلية والدفاع، احتمال شو اسمه الفياض وغيره وغيره، شخصيات ميليشياوية. وإذا لم يكن فياض فهناك أكثر من فياض موجودين يا سيدي. العملية السياسية موجودة وجاهزين، أسماء موجودة وملمعة وجاهزة لاتباع هذه السياسة ولاستلام الحقائب التي تتيح وتستمر في هذه العملية، في نهجها في تخريب العراق وإنهاء وجوده، ويعني وإلغاء حتى من الوجود إذا أرادوا، حتى إلغاء على الخارطة السياسية والدولية إذا تمكن. شكرا. هذا هو النهج السياسي، العملية السياسية. شكرا جزيلا لك من عمان، سياسي العراق المستقل، سيد لطيف رباعي.